بوش ما عنديش عليها معلومات باش كراي اون انستريكسيون يعني صرات وانا هنا في فرنسا ما عنديش معلومات بصح نتكلم على الكوكايين ما تمنوش مع الكوكايين راه بدا في 2018 الكوكايين بدا في الجزائر في 2009 الله اكبر 2009 انا كنت كونكيتي وعندي لي بلاف وعندي الواحد كونكيتي على 18 طن دو كوكايين اون 2009 وهذا كيبداو ضغطوا عليا بزاف ضغطوا عليا بزاف اسمعوا هذه تريز انفورمون 2009 بديت الكوكايين الكوكايين بديت نونكيتي 2009 كوكايين 18 طن 18 طن كوكايين 18 طن كوكايين يدخل الجزائر هذه في 2009 وهذه في الكونتيتي كاين نص راه مازال برك في الجزائر نص بعثوه لليبيا ونص بعثوه لتونس شكون اللي متورطين في الحكايه هذه ونعاود خليه يكمل خليه يكمل اخويا خليه يهضر مع الكوكايين خلينا نسمعوا امراه جاونا بها خليهم يهضروا مع الكوكايين تفضل هذه في 2009 المخابرات الجزائرية توقعت نعطي ملف طويل نعطيك معلومات فقط خفيفة ونحاول ان شاء الله بالك ننشر هذا الملف ننشره نهائيا وكل واحد يقرا واش كاين فيه المهم المخابرات الجزائريه دارت تقرير سري وبعثته لبوتفليقه قالت له بلي راح تثور مشكل في تونس وفي ليبيا الوغ الوقت هذاك في اواخر 2009 لافان تاع 2009 وبدايه 2010 بدات في ليبيا وتونس سوسيال فكروا هما واش يديروا باش ما يوصلش الشعب بعثوا له بعثوا الكميات تاع الكوكايين هذه نص راح ليبيا ونص راح تونس شكون اللي متورطين فيها؟ متورطه فيها المراه تاع زين العابدين ليلى طرابلسي ولاد القذافي ولاد مسؤولين هنا في الجزائر ولاد مسؤولين في الجزائر كي ديكلونشيت هذه الانكاب جاتني المعلومات وجابها لي محبوس والمحبوس هذا راهم قتلوه مات في الحبس انا خليته في الحبس من بعد جاتني معلومات باللي مات مات وعلى واش مات قال اري كاردياك لكن هو اللي سرب لي هاي المعلومات المهم توصلت لي المعلومات للجزائر نقول وانا واسمه خضراوي فيصل خضراوي فيصل هذا الشخص انا خليته في السجن انا اللي دخلته في السجن هو اللي اعطاني الدوسي تاع الكوكايين في الدمينا كي شفتوا انا الملف خشين وثقيل على ما اظن 20 جانفي لا 18 جانفي 18 جانفي 2010 18 جانفي 2010 اعطيت هذا الوقت يبداو يضغطوا عليا ويضغطوا عليا بزاف رحت اتصلت بالمدير العام الامن الوطني العقيد علي التونسي قلت انا هذا الملف هذا راه خشين عليا وكبير فيه وفيه ناس كبيره راه فيه المرت الرئيس تاع تونس ولاد القذافي ولاد مسؤولين هنا في الجزائر راهو كبير عليا والناس راهم يضغطوا عليا راني في خطر انا عطيتو لي ديتاي تاعهم المهم قعد شهر من بعد هذاك قتلوا الناس كلها تسمع المشكل تاع ملي مديت الدوسي هذاك مات ما عم باليش انا اسكو قتلوه بسبب الدوسي هذا اللي مديته له والا بسبب شيء اخر الحاسوس انا بقيت في مشاكل حمراء بسبب الدوسي هذه مشاكل ما نقدرش نسليها نص من الكوكايين فات تونس ونص راح لليبيا ونص راه مازال موجود في الجزائر لليوم